الحمد لله حمدا يوافي النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة براءة من الشك والتهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذرياته وأمته أفضل الأمم. جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية، قسم القانون، اسم المقرر أصول الفقه 2، رمز المقرر الدبليو 416، اسم الأستاذ المحاضر علي حنيش. البيانات الشخصية، أستاذ محاضر سابق في جامعة الحاضرة، أستاذ محاضر سابق في جامعة المعالي، أستاذ محاضر حاليا في جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية. المؤهلات العلمية، ليسانس الشريعة والقانون من الجامعة الإسماعيلية للعلوم الشرعية، سنة الحصول عليها 2012، ماجستير في الشريعة والقانون من جامعة الزاوية، سنة الحصول عليها 2017. طبعا هذه المحاضرات ما هي إلا للتعليم عن بعد، فعلى الاستفسار والتواصل يرجى الدخول إلى المنصة الإلكترونية وإرسال رسالة البريد الإلكتروني بالخصوص. طبعا هذه المحاضرة السابعة من محاضرات مادة أصول الفقه 2، نبتدأ على بركة الله. دلالات الألفاظ، فبطبيعة الحال أن لكل مكلف فعل ولكل وله يعني لهذا الفعل حكم خاص به، وهذا يدل على أن الحكم يعلم بدليل. فنحن كيف نعرف أن الحكم هذا يعني نعرف أن يعني الفعل هذا له حكم، أو أن الفعل هذا حكم كذا؟ لابد أن نعرفوه بدليل. زي شنو؟ طبعا الأدلة بتكون واردة، الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس أو غير ذلك. فبنعرف إحنا مثلا الحكم، مثلا حكم الصلاة أنها واجبة عند توفر الشروط، منها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، وحيث تكررت هذه الآية في أكثر من موضع. أيضا أكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا يدل على أن الفعل هذا وهو التكليف بالصلاة حكمه واجب عيني، يعني واجب على كل من توفرت فيه الشروط، و يعني لا تسقط بأي حال من الأحوال. أيضا بالمقابل، لما نقول مثلا هذا شيء مأمور به بالنسبة للمنهي عنه، زي ما نقول مثلا قوله تعالى في تحريم شرب الخمر، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلك تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع، طبعا بالتعليل شنو هو التعليل؟ قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن صلاته فأنت منتهون. وأيضا قوله تعالى في تحريم الربا بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. فهذا يدل على أن النهي عن يعني الربا على يدل على حرمته، وبالتالي يكون واجب الانقياد لهذه الآية وعدم التعامل بأي شكل من أشكال من الربا. فالأدلة تكون واردة في الكتاب أو السنة أو الإجماع والقياس، واستنباط الدليل يحتاج إلى مستنبط وهو المجتهد. المجتهد يعني كما ذكرنا في بداية المحاضرات يعني الخاصة بالاجتهاد، فحددنا فيها طرق الاستنباط والشروط الخاصة بالمجتهد وغير ذلك. فبناء على ذلك حصر علماء أصول الفقه أصول الفقه الكتابة في هذا العلم في موضوعات 4، وهي الأحكام والأدلة والاستنباط والطرق الاستنباط.
الأحكام والأدلة والاستنباط وطرقه. يعني بطبيعة الحال قسم يعني علماء اللفظ، يعني العلماء اللفظ حد ذاته، اللفظ يعني إلى قسمين: واضح الدلالة وخفي الدلالة. يعني أول شيء نبدأ به نتكلم عليه يعني اللفظ الواضح الدلالة، وهو الذي يدل على الحكم، أو المعنى بدون اجتهاد أو قراء بأدنى تأمل. لأن زي ما نقول مثلا أي لفظ يدل على شيء معين، زي شنو مثلا نقوله قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد يطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. فالآية يعني معدة من الألفاظ يعني واضحة وصريحة، زي ما نبدأ ونشرح فيها. منها قوله بداية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا، طبعا معروف أن الخطاب موجه للمؤمنين المسلمين بالدين الإسلامي الحنيف. فقوله أيضا: إذا قمتم إلى الصلاة، فيها شرط، لما يعني أنت لما تجي بتصلي، ما مش شرط أنك تديرها في يعني أي وقت اعتيادي آخر، لا، قال لك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فهنا فيها يعني شرط عند عند إقامة الصلاة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يعني أنت لما تجي بتصلي، أو يا مكلف أو يا مكلفة لما بتجي أنتم بتصلوا، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم يدل على وجوب الفور، أو وجوب القيام بالفعل على الفور لا على التراخي. لما أنت بتجي بتصلي يعني وغير متطهر، يعني أو غير متطهرة، يجب عليك أنك أنت يجب عليكم أنتم أن جو يعني تأتوا بالشيء يعني المطلوب منكم الاتيان به، وهو يعني الطهارة اللازمة للاتيان بالصلاة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. فاغسلوا وجوهكم، الغسل معروف، يعني الكل يعرف كلمة الغسل شناني، حتى يعني الصغير لما يعني يقولوا له: برا اغسل يديك بعد ما ياكل، أو إنك أنت لمست حاجة، برا اغسل رجلك أو إيدك، يعرف الغسل كيف بيكون، بيروه مرة الأولى والثانية، وبعدين يعرف الغسل شن معناه. يعني مجرد إنه هو بيقولوا له: برا دير هذيك الحاجة، يعرفها مباشرة. أيضا قوله في هذه الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الكل يعرف أن الوجه يعني هو الجزء الأمامي من الرأس، وأيديكم الكل يعرف، لما حتى العيل الصغير يقولوا له: اغسل يديك، يعرف اليدين وينها، ما يقولش اشبح المكان الثاني، يعرف أن اليدين التي فيها الأصابع. وأيديكم إلى المرافق، يعرف أن المرفق منتصف اليد، المكان الثانية مثلا نقوله المرافق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعرف الرأس كيف يكون، يعني كيف بيمسح الرأس، المسح كيف بيكون، بخلاف الغسل. الغسل يعني التمرير الماء على وديكه بالطرف مثلا باليدين، بخلاف المسح. فهذا فيما يتعلق بالدلالة الواضحة. أيضا أن القسم الثاني اللي هو القسم خفي الدلالة، يعني لفظ لدلالة خفية، فهو الذي يدل على الحكم أو المعنى دلالة لا يمكن التوصل عليه إليها إلا بالاجتهاد أو القرائن. زي شنو مثلا نقول اللفظ الخفي مثلا؟ قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله اليوم الآخر. كلمة قروء يتربصن بأنفسهن 3 قروء، الآية من سورة البقرة: مطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء.
يعني له كلمة القرأة هنا، يعني الشافعية مثلا أخذوها على أنها الحيض، أنهن المطلقات يتربصن أنفسهن يعني تكون عدتهن 3 حيضات، وقال المالكية فيها أن كلمة خروج تعني أطهار، وهي يعني جمع قرأ، فاستدلوا بذلك من عدة أدلة. فالملكية مقال بقول الطهر، يعني لما قالوا ان احنا لما نجون نحسبوها مثلا ان الطلقة لا يعني لا تكون الا ان الطلاق لا يكون الا في الطهر، الطلاق الشرعي يعني الواقع فعلا او الذي يحسب فعليا هنا لابد ان يكون في طهر. فعند يعني لما بيجوا يحسبوها يعني 3 قروء يعني زيادة في الأطهار، يعني ما يحسبوش الطهر هذا، لا يحسبوا المرأة تحيض بعدها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر تحيض ثم تطهر، يحسبها هي عدة المرأة المطلقة. بخلاف ذلك قالوا الشافعية، قالوا ان احنا لو خلناها بالطهر لا ادى ذلك الى شنو، مثلا تطويل مدة العدة على المرأة، وبالتالي قد يكون فيها مثلا يعني حسبة بطريقة خاطئة. وقالوا لا، ان لفظ القرء يعني الحيض، فقالوا عندما تطلق المرأة في الطهر يعني يحسبوا لها 3 حيضات في الطهر هذا، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، يعني الحيض الثالثة خلاص، يعني قالت ان يعني قالوا فيها الشافعية ان هي يعني اصبحت المرأة يعني خارجة عن العدة. هذا فيما يتعلق بدلالة اللفظ الخفي. وإذا يعني بتختلف أيضا عدة يعني بالإضافة لعدة أمثلة أخرى، يعني إذا كان فيها إشكالية يعني في الإيضاح يعني يقدروا نوضحوا أكثر من هيك. فنمثل عليهم بتوسع. فأولا القسم اللي هو اللفظ الواضح الدلالة منه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، صدق الله العظيم. الكل يعرف أن الربا محرم بكل أنواع، سواء كان ربا أو نسيئة، فالدلالة تكون واضحة تفهم ويمكن الوقوف عليها بأدنى تأمل وبدون اجتهاد أو قرائن. ولكن هذا الحكم الذي توصلنا إليه يدخله التخصيص، إذ أن هناك بيوع مثلا منهي عنها، فلا نستطيع أن نقول أن جميع البيوع حلال من هذه الآية، زي مثلا بيع الغرر. وأيضا منها بيع مثلا الحصى، وأيضا بيع مثلا بيع بالتدليس، أو بيع بأي شيء يعني فيه نوع من أنواع الحرمة. فالبيع بالتدليس أو بيع الغرر، لما مثلا يقولوا له والله تعالى، يجي واحد للتاني يقول له أنا نبيع لك حاجة، مثلا في شكارة تعرف أن هي مثلا زي ما نقول إحنا قطوس شكارة، زي مثلا يقول له أنا بنبيع لك سيارة لكن مواصفاتها أن هي سيارة، مثلا نقوله سيارة نوع لونها كذا موديلها كذا ويعني محركها كذا ومواصفاتها كذا وموديلها كذا ولونها كذا، يعني يعطيه مواصفاتها لكن ما يعرفش تفاصيلها بالضبط، يجي ما يعرفش ان محركها مثلا فيه نفخ او صرف، ما يعرفش مثلا فيه دار زيت، مثلا فيه ما ما تكلمناش مثلا على كمبيو، مثلا في نفس الوقت ما قالش الهيكل فيه خبطات ولا مزوقه ولا لا، مرات من برا ما فيها شيء ما شاء الله، تجي تفتح من داخل الصالون تلقاها حايسه مع بعضها ما فيهاش ما ينشبه. هذا مثلا على سبيل المثال باعتبار يعني ابسط حاجه هذه. ايضا حتى اكثر حاجه احنا خلينا من السيارات نقول مثلا هذا شيء خاص بالاولاد دون البنات، لكن نجون نتكلم على شيء مثلا ملابس، الكل اللي يشتري في ملابس، لما نقول له نعطيك مثلا من نعطيك ملابس مثلا، يقولوا مثلا بالنسبه للسروال في لبس 32 و34 نعطيك حاجه تركيه ولونها زرقاء او لونها يعني كحلة أو أي شيء أو شيء من أنواع المواصفات أو لو أو أي الخامة نوعها كذا مثلا يقولها.
او يقولوا لها المشتريه، فهنا مثلا يصير فيه يعني غرق، يطلع مش نفس اللون اللي بيه، او مش نفس هو اللون الازرق. اللون الازرق فيه انواع، فيه مثلا الغامق وفيه الفاتح وفيه المتدرج، يختلف. فهذا فيه يعني تخصيص، لان البيوع مش كلها يعني محللة ومش كلها محرمة، وبالتالي يكون هنا لابد أن يكون الشيء اللي مخالف الشريعة يكون فيه وجه حرمة، والموافق للشريعة يكون فيه حلية له. فالتحريم يكون هنا يعني عام، لما ورد في قوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، فكان يعني التعامل بالربا بأي شكل من الأشكال محرم، فسواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة. شنو ربا الفضل وشنو ربا النسيئة؟ ربا الفضل يعني لما يبيعوا يعني مثلا الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو المال بالمال. تو هنا أبدأها من مثلا من الناس اللي مثلا تحرق الدولار أو الشيك بدولار، والدولار يبدله بنقدي، أو العكس. شنو يديروا فيه؟ يجي اللي صاحب محل بالعملة يقول له نعطيك شيك ب 2000 دينار، باه يعطيني 1500 أو 1600 أو 1700 أو أي شيء تاني. ما دام القيمة ما اعطاهاش زي ما هي 2000 ب 2000، معناها شنو صاير فيه؟ تقصير هنا، أنه هو مثلا يعني يدخل تحت بند الربا. ليش؟ أنه هو كان فيها زيادة من أحدهما عن الآخر، وهذا فيما يتعلق بربا الفضل. وربا النسيئة لما يجي واحد يسلف للثاني فلوس أو أي شيء، بيقول له أنا بنعطيك 1000 دينار تو تردهم لي بعد شهر، جاي شهر وما ردهم لاش، قال له خلاص نزيدك شهر تاني وردهم لي 1200. يعني جت تحت بند أو تحت صورة ربا النسيئة. فهناك ألفاظ يعني لا تقبل التخصيص، كمثلا كلفظ ثلاثة، ففي قوله تعالى ثلاثة قرى. فالفرق بينها وبين الآية السابقة مع كون كل منهما واضح الدلالة، أي أن الثلاثة لا تقبل التخصيص والتأويل بخلاف البيع. فالبيع كانت درجة الوضوح أقل فيما يقبل فيه التخصيص مما لا يقبله. فقال هنا إن الـ يعني لفظ ثلاثة يقبل، يعني لا يقبل التخصيص بخلاف البيع. البيع هنا قد يكون يعني لفظ عام. ليش لابد مثلا نقوله لابد أن يكون مثلا مثلا لابد يعني لما نقول لفظ ثلاثة يعني نقول ثلاثة ثلاثة خلاص. لما نقول احنا ثلاثة يعني الثلاثة، لما نقول احنا ثلاثة الكل يعرف ان رقم ثلاثة مكون من ثلاثة وحدات، يعني لا زيادة ولا نقصان. بخلاف البيع، البيع زي ما مثلا نقوله يعني الكل يعرف ان البيع فيه مقابضة وفيه يعني ثمن. فيعني هنا قد يرد فيه بعض التأويل أو بعض التخصيص، يعني مثلا مش بغض النظر عن التأويل، مثلا التأويل قد يكون بعيد نوعا ما، لكن التخصيص إنه يكون يعني المخصص البيع ببيع بأي نوع من أنواع البيع. يعني قد مثلا يكون خاص ببيع المزابنة أو بيع مثلا أو بيع المقابضة أو غير ذلك. فهذه كلها يعني أمثلة توضح المثال الأول وهو واضح الدلالة. نشوف نتكلم عن المثال الثاني، وهي الآية الدالة على وجوب الإيمان وتحريم الكفر، مثلها التي تتعلق بالرذائل، وكلها دلالتها واضحة تدنى دون أدنى تأمل. وهذا الحكم بطبيعة الحال هو أعلى درجات الوضوح مما سبق. يعني لما نتكلم ونقوله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، واضح ان الشرك بكل انواع يعني فيه تحريم من عند الله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون ان يعني واجب الايمان. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، وايضا قوله
صلى الله عليه وسلم وبالإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فالآيات الدالة على وجوب الإيمان وتحريم الكفر مثلها التي تتعلق بالرذائل والأخلاق يعني واضحة وصريحة. فمن أدلة تحريم الكفر قوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، تدل على تحريم هذا التحريم الشرك والكفر والعياذ بالله. وأيضا وجوب الإيمان هي منها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله الكتاب الذي أنزل على رسوله الكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا يدل على وجوب الإيمان بالله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وأيضا قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. ففي لفظ ثلاثة وقول ولفظ أحل الله البيع، إذ أن فيه لا لأنه كلا أن كلا منهما لا يقبل التخصيص والتأويل أو النسخ، بخلاف ثلاثة فتقبل النسخ ويعني ولفظ أحل الله البيع تقبل النسخ والتخصيص يعني في عهد النبوة في تلك الفترة، يعني لا تقبل النسخ والتخصيص حاليا، وإنما تقبل النسخ يعني والتخصيص من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فنجون نتكلم توا عليه القسم الثاني وهو خفي الدلالة. يعني باعتبار أن اللفظ يعني دلالته قد تكون ظاهرة وضربنا لها عدة أمثلة، نتكلم توا عليه الألفاظ التي دلالته خفية ونضرب عليها عدة أمثلة، منها قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه الآية دلت دلالة واضحة على أن السارق الذي أخذ مال الغير خفية من حرص تقطع يده، ومثله السارق أيضا، لأن الآية جت عامة واضحة ساوت بين الجنسين في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، ولكن في الوقت ذاته دلت فيه دلالة خفاء على حكم يد مثلا السارق وهو النشال الذي يأخذ أموال الناس يقظة، وهي زي ما نقول مثلا واحد اللي يجي يخنب، مش تو السارق لما نقول حد السرقة، لما نقول مثلا واحد يسرق، السرقة غالبا تكون من حرز، ولكن في أوقات يعني خفية يجي خانب لما يخنب، غالبا الناس تخنب في وقت يعني زي ما نقول وقت فيه يعني ما فيش شيء حركة، ما فيش شيء مثلا حد فايق، أو ما فيش حد يعني رد باله من الشيء هذا، فيكون هنا فيه يعني السرقة من حرز خفية ومن حرز. لكن الشيء لازم نقول اللي يهنب نهبة، زي ما نقول واحد يدور في الأسواق أو في الشوارع ويجي يشبح، اللي عنده تليفون شاد في ايده، اللي شاد شنطة، البنت اللي شادة شنطة أو المرأة اللي شادة شنطة، أو حد شاد شنطة كمبيوتر في على كتفه أو في يده، أو مثلا أو شيء آخر. هنا لفظ يعني يعني بطبيعة الحال فيه يعني وجه من الأوجه، قالوا إذا كان السارق، إذا كان كل منهم السارق، فكيف يعني نطبق الحد على السارق بس، ما نطبق يعني كل منهم مثلا هم يسرقوا أو يأخذوا يعني حاجة الناس أو أموالهم من دون وجه حق. فهنا
نجون نتكلموا على الشيء، بنوضحه السارق من هو السارق. نقول مثلا هو الذي ياخذ يعني مال الناس او ممتلكاتهم في حرز او في وفي خفيه. الحرز لازم نقول حاجه يعني اللي مش محطوطه، مثلا اللي هي يسرق يعني يسهل سرق، التي تسهل سرقتها، وفي خفيه يعني في خفيه عن اعين الناس. فالخفاء هنا في الخارج في أفراد العام الذين يطبق عليهم الحد، ولكن بطبيعة الحال أدى ذلك إلى وجوب الاجتهاد ليرى هل يدخل النشال في حكم السارق أم لا. فمن الفقهاء من قال تقطع يده لوجود معنى السرقة، وزيادة لأنه صار أشد خطورة من يأخذ المال خفية، ومنهم من قال أنه تقطع يده لأنهم أخذوا بظاهر الآية لعدم وجود معنى السرقة في الاصطلاح. وعند كل من أصحاب القولين يعني نهاية الخفية أدلة. كل واحد اللي قال بكل رأي صدر في الشيء هذا كانت فيه يعني وجهة نظر، ووجهة النظر كانت مبنية على دليل أو أدلة سابقة لها. ولكن بطبيعة الحال نجوم نتكلموا لما قلنا إن يعني باعتبار أن كل منهما يأخذ يعني أموال الناس أو ممتلكاتهم بغير وجه حق، ولكن زيادة في يعني في التغليظ أو زيادة في التأكيد، نجو نشفى نلقوا أن الشال يأخذ أموال الناس عن يقظة وعنوة، وأحيانا قد يكون بإكراه، فأحيانا قد يكون فيه يعني أشد مثلا يعني أشد خطورة، وقد يكون أشد مثلا تهديد للحريات أو أشد تهديد للممتلكات للسرقة. ففي العموم ان يعني بالاضافه لكلمه فقطع، فكلمه فقطع هنا ايديهما مش معروف اليد منين تقطع، فهل هي من الرسغ او من الكتف، هل هي من المرفق او غير ذلك. فهنا كان فيه نوع من انواع الخفيه الى ان وضح الرسول عليه الصلاه والسلام هذا النص وهذه الآية بفعله، وهي والفعل هذا اللي هو قطع اليد من الرسل لقاتل يعني القائم بالسرقة. فالمثال الثالث الآيات التي في أوائل سورة سبع السور، ومنها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، وأيضا قوله تعالى ألف لام ميم صاد، وأيضا قوله تعالى كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أيضا قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، وأيضا إلى غير هذه من الآيات. منها قوله تعالى نون والقلم ما يسطرون، وأيضا قوله تعالى صاد والقرآن للذكر، وأيضا قوله تعالى قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع من بعيد. هذه ألفاظ دلت على معاني، ولكن لما نتوصل إلى معناها فلا يطلب المجتهد بيان معناها، حيث أن الشارع استأثر بعلمه فهي أشد درجات الخفاء. فمنها فاختلف الفقهاء في أو علماء الشريعة في هذه الألفاظ، فمنهم من قال إنها مش مثلا يعني أغلبهم قالوا أن هذه من المتشابهات من القرآن الكريم، ولا والمتشابه يعني فيه قولان، القول الأول لا يعلمه إلا الله، والثاني لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم.
منهم من قال إن هي إشارات وبوادر للبادئات للسور فقط، يعني ولا يعرف معناها، ومنهم من قالوا أنها تدل على معاني، يعني على الحروف أو مسميات، لا لم تكن معلومة. ولكن بطبيعة الحال يعني باختلاف الآراء الفقهاء فيها، قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهذا القول يدل على أن بقولهم قالوا أن هذا اللفظ، هذه الألفاظ يعني لا يعلم تأويله إلا هو سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم معه وهم يكادون يكونون قليلون. والراسخون في العلم معه، وأيضا قوله فيهم وغيرهم من قال: وما يعلم تأويله إلا الله، فالله وحده سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم الغيب إلا هو، ولم يكن هناك تفسير واضح لهذه الألفاظ أو المعاني. ومنها قوله تعالى في الآية: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهم يقولون أن هذه يعني الآيات منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، واستأثرها بالغيب والحفظ والتأويل من عنده سبحانه وتعالى وحده دون سواه، حكمة يعلمها هو. فبطبيعة الحال، والآية تقول في لفظها: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم وليس على الراسخون في العلم فقط، وإنما حددها هنا والراسخون في العلم لأنهم هم من يدرسون كتابه وعلمه الشرعي الحنيف. فهنا في هذه الآية يعني خصهم بالذكر دون غيرهم، لأنها يعني ما يجري عليه العرف أو ما تجري عليه العادة. هذا هو فيما يتعلق بهذه الآية. فينقسم اللفظ أيضا باعتبار الوضوح إلى واعتبار المعنى المأخوذ من اللفظ إلى أربع: الظاهر والنص والمفسر والمحكم. فالأول من أول قسم نبدأ به وهو اللفظ الظاهر، أو يعني المعنى الظاهر، وهو التعريف. أول شيء نتكلم عليه يعني بصورة يعني بحيث أن تعطي معناه، وهي التعريف أو المفهوم. في المقصود بالظاهر وهو اللفظ الظاهر، وهو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة واضحة بحيث لا يتوقف فهمه على قرينة خارجية، بمعنى أن يفهم منه مراده بأدنى تأمل وبدون اجتهاد وبدون قراءة. يعني لما يجي واحد يقرأ اللفظ هنا يعرف أن اللفظ هذا شو المقصود به. وكان هذا المعنى الذي وقفنا عليه هو المراد، ليس هو المراد الأصلي من سياق الكلام، وإنما هو بمعنى ليس سبب نزول الآية، فهو مقصود تبعي مع احتماله للتأويل والتخصيص أو النسخ في عصر النبوة في تلك الفترة وليس في الفترة الحالية. فنجون نتكلم مثلا عليه اللفظ الظاهر، منه قوله تعالى: وحل الله البيع والحرم الربا. يعني لفظ دل يعني البيع واضح وصريح، وكلمة الحلال واضحة، وكلمة التحريم واضحة في هذه الآية، والربا واضحة، فالكل يعرف. لما أيضا بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فصدق الله العظيم. فلما نجون نتكلم على هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا، الخطاب موجه إلى المؤمنين دون غيرهم.
إذا قمتم إلى الصلاة، طبعا فيه شرط، يعني عندما تريدون أن تقوموا أو تأتوا بالصلاة، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني فيها شرط اللي هو تدل على الاستدراك، على وجه يعني على وجه السرعة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، الغسل المعروف وهو ملء يعني العضو أو العضوين بالماء مع الذلك. فالمقصود الأصلي من سياق الكلام عندما نزلت الآية لم يكن بيان جواز بيع وتحريم الربا وهو المقصود هنا، وإنما الرد إلى على من دعا أن المساواة بين البيع والربا كما دل على ذلك، لأن في الآية وهي قوله تعالى أو وهي قوله تعالى وذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. هذا هو فيما يتعلق به، بحيث انهم في تلك الفترة قالوا ان البيع مثل الربا، لانهم في تلك الفترة ان في عهد نزول الدين الاسلامي وبعد في بعثة محمد عليه الصلاة والسلام قالوا انما البيع مثل الربا، حيث انهم لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام او باعتبار ان تحريم الربا كانت يعني كان عليه دفع عليه عليه يعني عليه مراحل، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وأيضا قوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا. عند نزول الآية الأولى وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني باعتبار أن الربا يعني في تلك الفترة كانت مثلا في اللي يسلف حد حاجة وبيجي بيردها له يعني بيصير فيها تأخير، فبيضطر أن هو يزيد في المدة ومعها يزيد في القيمة في ذات الوقت، يعني حتى في البيع، في اللي يبيع له بالتقسيط، ويعني مش حتى بالتقسيط، لكن يبيع له بالآجل، يبيع له بالآجل مع الزيادة، يقول له بقى خذها مني توا مثلا بعشرة، بعد شهر بتخلصني، بعد شهر بتخلصني راك 15 أو 20 على حسب. فهنا يعني كان رده سبحانه وتعالى في هذه الآية قوله ورده وحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأيضا عندنا النص وهو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة واضحة، بحيث لا يتوقف فهمه على قرينة خارجية، وكان هذا المعنى المستفاد منه هو المقصود الأصلي من سياق الكلام مع احتماله للتخصيص والتأويل في عهده عليه الصلاة والسلام. مثاله قوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، فهذه الآية دلت على معنى بعبارتها ولفظها أو بصيغتها، وهو الرد على من ادعى أن المساواة بين البيع والربا. وهذا المعنى هو المقصود الأصلي من سياق الكلام، فالآية دلت على حكمين ومعنيين، أحدهما أصالة والآخر تبعا. فكان الفرق بين الظاهر والنص أن المعنى المستفاد من اللفظ هو في الظاهر هو مقصود تبعي، أما في النص وهو المقصود الأصلي، و
وهو مقصود أصلي. أيضا عندنا القسم الثالث وهو تعريفه، وتعريفه هو اللفظ الذي يدل على معناه يعني يدل معناه دلالة واضحة بحيث لا يتوقف فهمه على قرينة خارجية، وكان المعنى أو الحكم المستفاد منه هو المقصود الأصلي من سوق الكلام مع قبوله للنسخ وعدم احتماله للتخصيص والتأويل. ومثاله في ذلك لفظ ثلاثة في قوله تعالى: مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن الآية دلت دلالة واضحة على أن المرأة المطلقة تعتد ثلاثة قروء، وهذا المعنى هو المعنى المقصود الأصلي من سياق الكلام. وهذه الثلاثة لا تحتمل أن تكون سوى ثلاثة، فلا تحتمل التخصيص أو التأويل، إلا أنها كانت تقبل النسخة في عهد الرسالة كما ورد في نسخ يعني حكم في حكم المرأة أو في عدة المرأة المتزوجة يعني متوفى عنها زوجها، في قوله تعالى تربصن بأنفسهن، في قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، حيث نسخت هذه الآية وبقت تلاوة ونسخت حكما، وحيث نزلت الآية التالية لها وهي قوله تعالى وأيضا وهي قوله تعالى في قوله تعالى تربصنا بأنفسهن 4 أشهر و10. يعني نسخ الحكم ودل على أن المرأة متوفى عنها زوجها كانت عدتها عام كامل، ثم نسخت هذه الآية وأصبحت 4 أشهر و10 أيام. فالقسم الرابع وهو والتعريف وهو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة واضحة بحيث لا يتوقف فهمه على قرينة خارجية، حيث وكان المعنى والمستفاد منه هو المقصود. فلما نجون نتكلم عليه القسم الثالث هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة واضحة بحيث لا يتوقف على قرينة خارجية، وكان المعنى هو المستفاد هو المقصود الأصلي من سوق الكلام مع قبوله للنسخ وعدم احتماله للتخصيص. أو التأويل في الوقت الحالي، فهذا يدل على مثلا أن اللفظ يدل على معناه دلالة واضحة بحيث لا يتوقف فهمه على قرينة خارجية. فلما نقول احنا مثلا المرأة في المرأة المتوفى عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، يعني في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فتدل على أن فتدل على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يعني تكون 4 أشهر و10 أيام كما هو ورد في هذه الآية بصريح العبارة، وإنما يعني أن هذه الآية نسخت حكم ولفظ الآية السابقة لها وهي قوله تعالى تربصن بأنفسهن، لا الآية وهي قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، فكانت في السابق أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها عام كامل كما ورد في قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، حتى لا يخرجن يعني من يعني تخرج من بيت زوجها حتى العدة تكون في ذات البيت وهي بيت الزوجية. حتى نزل قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه الآية الأولى.
ثم ورد نزل قوله تعالى تربصنا بأنفسنا 14 و10. فهذا الحكم متعلق ب عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، فلا يحتمل النسخ أو التخصيص أو التأويل. ومثاله أيضا النصوص التي صرح فيها بالتأبيد، والنصوص الدالة على وجوب الكفر بالإيمان بالله واليوم الآخر، وغيرها من أمور العقيدة. فهذا هو القسم الرابع من تقسيمات الألفاظ. وأتكلم بطبيعة الحال أنه هو يعني حيكون فيه المعنى ظاهر وصريح، فيعني لا يحتمل فيه ال يعني فيه ال يعني لا يجوز به الكفر، ولا يرخص فيه أيضا حتى وقت الإكراه، فإن الإيمان بالله واجب في حقه، إلا مش حتى في وقت الإكراه، إلا أن وقت الإكراه ورد مثلا فيه دليل في الإكراه في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأيضا فإن الإكراه يكون يعني يعني يكون مش يعني خاص بال ما هوش مثلا مش شيء خاص بال يعني الإكراه يكون خاص بالنطق بس، مش إكراه خاص بالإيمان القلبي. فالإيمان القلبي لا عذر لأحد فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يعرف أن كأنه كان يقول التقوى هنا ومحلها القلب، لأن التقوى طبيعة الحال محلها القلب، ولا يعلم وهي من الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وحده. وأيضا بالإضافة إلى أن لأنه ورد في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال لأحد أؤمن فلم يؤمن فقتله فضربه بالسيف حتى فقتله، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أشققت عن قلبه، يعني أشققت عن قلبه؟ قال شفت أنت قلبه هل هو مؤمن أو لا؟ فقال يعني فعليك أن يعني تتوخى الحذر في هذه المسألة، بحيث أن هي تتضح لك الصورة الصحيحة وهي البعيدة كل البعد عن الخفاء أو الشك. فالنصوص التي صرح فيها بالتأبيد وهي يعني التي لا تتغير بأي حال من الأحوال كالإيمان بالله واليوم الآخر، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله الكتاب الذي أنزل على رسوله الكتاب الذي أنزل من قبل. فبذلك قوله تعالى ومن ذلك قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيضا قوله تعالى وارد في عدة آيات، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق أيضا قوله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتيك فلين من رحمته. وأيضا قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظون فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
وأيضا قوله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وخطابه لله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في عدة كما ورد في عدة مواضع. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام الخمس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن حتى لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فجعل الإيمان بالله واجب وحده دون سواه. فهذه الأمور فالإيمان يعني صرح فيه بالوجوب على وجه التعبيد ليس وليس على وجه التحديد، فإنه لا يجوز الكفر ولا يرخص فيه حتى وقت الإكراه إلا يعني حتى ولو أكره، ولكن يعني يكون بالإكراه يعني جسدي لا معنوي، كما ورد في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلابد أن القلب يكون عامرا بالإيمان بخلاف اللفظ، حتى وإن أكره فيكون الإكراه يعني نتيجة بالرد باللفظ لا بالقلب. هذا والله أعلى وأعلم. السلام عليكم، شكرا لحسن استماعكم، أتمنى لكم التوفيق. للاستفسار أو التواصل يرجى الدخول إلى المنصة الإلكترونية وإرسال رسالة البريد الإلكتروني بالخصوص.